بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، درس التوحيد يا شباب، احنا كنا في دروس التوحيد أن هناك أربع مسائل، وركزوا معايا في الترتيب ده جدا، أنه هناك في التوحيد أربع مسائل ينبغي على المسلم أن يتعلمها ويعمل بمقتضاها. هذه المسائل قلنا واحدة، الأولى العلم، الثانية العمل بالعلم، الثالثة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الرابعة الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. المسألة الأولى قلنا العلم، ما المقصود به؟ قلنا العلم بالله، العلم بالرسول، العلم بدين الإسلام بالأدلة، وشرحنا كل جزء من مسألة العلم. ثم المسألة الثانية وهي أن تعمل بهذا العلم، قلنا العمل بالعلم لما قاله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقلنا يحصل العمل بالعلم بأمرين: فعل المأمورات وترك المحظورات. ثم المسألة الثالثة وقلنا هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقلنا المقصود بهذه الآية هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا أن أتباع الأنبياء أيضا مأمورون بالدعوة إلى الله بدليل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الأنبياء مأمورون أيضا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا ينبغي أن يتحلى الداعية بثلاثة أمور ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقلنا أن الدعوة فضلها عظيم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله، لا ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة الرابعة وهي الأخيرة، وهي مسألة اليوم الدرس الرابع: الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى ستلاقي من يرفض كلامك، ومن يقابل دعوتك بالأذى، بالسب، بالضرب، بالشتم، بعدم اللامبالاة، لن يستجيب لك كل الناس كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فلما صبروا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. إذن أنت مطالب وأنت تدعو إلى الله أن لا تقابل الإساءة بالإساءة، بل تقابل الإساءة والأذى بالصبر، لأنك تدعو إلى الله تبارك وتعالى، فتكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على أذى قومه. والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والكلام لك أيضا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي تحلى بالصبر وأنت تدعو إلى الله كما صبر الأنبياء من قبلك. كل الرسل صبروا على قومهم، صبروا على أذى قومهم، لدرجة أن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ما لقاه من أذى. النبي صلى الله عليه وسلم لاقى كثيرا من الأذى، تمام؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هم موسى وعيسى ونوح وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نادى الله تبارك وتعالى وخاطبنا بأن دعانا إلى الصبر، ونحن ندعو إليه بأن نصبر على الأذى في سبيل الدعوة إليه كما صبر الأنبياء من قبلنا، وكما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نمشي على هذا النهج وهذه الخطوات التي مشى عليها أولو العزم. طب من هم أولو العزم من الرسل؟ موسى. هم 5 طبعا، مع اختلاف آراء العلم في كلمة من، لكن خلينا ناخذ أولو العزم من الرسل 5: موسى وعيسى ونوح وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو نظرت في قصص هؤلاء الأنبياء وما لقوه من أذى من قومهم، ستجد أنهم صبروا صبرا شديدا على ما لقوه من أذى، وقد كان أذى شديدا. إذن السؤال الآن أيضا: لماذا نصبر؟ الصبر يكون أيضا لأمرين بعد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نصبر لأننا نتبع النبي، ولأن النبي مأمور بالصبر، ولأن الدعاة إلى الله وهم أتباع الأنبياء كذلك مأمورون بالصبر، فإنا نصبر لأمرين. السؤال: لماذا نصبر؟ لأمرين. الأمر الأولاني: لأن الله تبارك وتعالى أمر بالصبر في آيات كثيرة، منها الآية الأولى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأيضا كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الله أمرنا بالصبر.
وأنت تدعو إلى الله ستلاقي شيئا من الأذى. ينبغي عليك ألا ترد الإساءة بالإساءة والأذى بالأذى، بل عليك أن تصبر وأنت تدعو إلى الله مقابل ما تلاقيه من أذى، اتباعا للأنبياء من قبلك كما صبروا، وأيضا لأن الله أمر بالصبر. إذن لماذا نصبر؟ هرجع خطوة الخلف، لماذا نصبر؟ لأمرين. الأولاني لأن الله أمر بالصبر يا عمر يسعود، قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله. طيب أنا قلت أمرين أصبر لأجلهما، ما الأمر الثاني؟ ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى. قال تعالى يا عبد الرحمن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عارف لما أقول لك لو ذكرت وحليت الاختبار كويس لك عندي 5 درجات مكافأة، أنت عرفت خلاص المكافأة بتاعتك 5 درجات. طب تخيل لو قلت لك، لو مثلا والدك قال لك ذاكر وإذا جبت مثلا 90% أو طلعت من الأوائل لك عندي مكافأة كبيرة، هتقول لي إيه المكافأة؟ هيقول لك لا دي عندي أنا بقى. هتفضل تفكر المكافأة يا ترى إيه، ودماغك هتفتح في كل أنواع المكافآت اللي في الدنيا، مفيش حد مفيش حصر، المكافأة مش معروفة، فأنت في شوق لأن تعرف هذه المكافأة، يا ترى هيجيب لي سيارة تسرح بقى، يا ترى هيجيب لي آخر نوع جوال، يا ترى هيجيب لي لابتوب، يا ترى هيجيب لي، أنت مش عارف المكافأة فأنت متشوق إليها. ولذلك الله لما ذكر الصبر ذكر أن أجره غير معلوم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ملوش حد، ما دام عند الله ملوش حد. لذلك أنت تطمع في أن تنال أعلى ما يمكن من الأجر مقابل الصبر. إذا نصبر لأمرين، الأولاني لأن الله أمرنا بالصبر، الثاني طلب الأجر من الله، ابتغاء الأجر على هذا الصبر. ثاني لماذا نصبر لأمرين، الأولاني لأن الله أمرنا بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. طب ما الذي يجعلنا نصبر أيضا؟ الأمر الثاني لأن نريد الأجر من الله، ابتغاء الأجر من الله على هذا الصبر، وأجر الصبر عظيم لا حد له. قال تعالى إنما، واحفظ الآية دي هتجيلك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هسألك في الاختبار وأقول لك اذكر لي دليل على فضل الصبر، تقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه الآية حفظ وهي دليل على فضل الصبر. طيب للصبر أنواع، أنواع ثلاثة، أنواع الصبر ثلاثة. الصبر على طاعة الله، وانتبه لكل لفظ، الصبر على طاعة الله، أنت تؤدي العبادة والعبادة يكون فيها بعض المشقة، منك هتقوم تسيب مثلا اللعبة أو الأكل أو الشرب أو النوم، تقوم تتوضأ وتروح تصلي وتذهب للمسجد، ممكن يكون في البرد أو غيره أو غيره، قيامك وصبرك على أن تداوم على هذه العبادة تحصل على الأجر العظيم مقابل هذه المشقة. فأنت لما تصبر على أداء هذه العبادة في وقتها وأن تداوم على أدائها، أنت فعلت النوع الأولاني من أنواع الصبر، هو إيه؟ الصبر على طاعة الله، فأنت مطالب بأن تصبر أيضا وأنت تؤدي العبادات، تصبر عليها لا تتعجل الإمام، تصبر عليها لا تصلي يوم وتترك يوم، تصبر عليها تداوم عليها دائما، تصبر عليها تحتسب الأجر عند الله. إذن أنواع الصبر ثلاثة، أول نوع أن تصبر على طاعة الله، تصبر على العبادة، زي ما بيقول لك ذاكر، أنت بتصبر على المذاكرة غصبا عنك، وبتصبر عليها ليه؟ لأنك في الآخر عارف أن في هدف، في نتيجة، في اختبار، فلازم تحقق مجموع معين أو مكانة معينة، فبتصبر لأجل ذلك، بتعدي هذه الصعوبة، هذه المشقة في المذاكرة وهي متعبة بلا شك، لكن اللي عنده همة عالية واللي عارف هو هيوصل ليه في الآخر هيصبر. فلذلك اللي عارف أن أجر العبادة عظيم ينبغي أن يصبر على أداء العبادات، وأداء العبادات طاعة لله. إذن أول أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله كالصبر على أداء الصلاة في وقتها وما شابه. النوع الثاني من أنواع الصبر، احنا قلنا أنواع الصبر كان يا ريان، قلنا 3. النوع الثاني من أنواع الصبر، الصبر عن، أنا قلت الأولاني إيه؟ على الصبر على طاعة الله، على أداء الطاعة. الثانية مهمة جدا يا شباب، وكما تحرص على أداء الطاعة تحرص أيضا على الابتعاد عن المعصية، الصبر عن معصية الله. خد بالك من الكلمة عن، عن كأنك حاطط حاجز وفاصل بينك في خط كده هو ما ينفعش تعديه، واحد سبك هترد عليه تفتكر إن السب دي معصية فلا تتعدى الحد عن معصية الله، ترجع للخلف. ليه؟ لأنك صبرت عليه. هل أنت لما صبرت صرت ضعيف؟ لا، ده أنت حققت أمر الله فيك بالصبر، ثم حققت القوة. الإنسان الذي يستطيع أن يملك نفسه هو الإنسان القوي،
اما اي انسان اي كلمه تهزه ويروح يرد ويسب ويشتم ويشيل حسنات عشان احد مثلا تافه او احد ما عنده قانون لنفسه كده انت ضعيف مش قوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الصحابه ما تعدون السرعه فيكم القوه، كل واحد ذكر، واحد قال اللي بيضرب الثاني هو القوي، واحد قال مش عارف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه، مش الشديد اللي يقدر يغلب الناس ولا يضرب الناس، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لو تحكمت في نفسك وحجزتها عن المعصيه او عن الخطا، فالذي يصبر عن تجاوز خط الخطا بيصبر عن معصيه الله ويؤدي ويحقق مراد الله فيه تبارك وتعالى من انه تحكم في نفسه وقوي، انت ما اعطيته مجال انك تنزل بنفسك لمقدار تحت. اذا الصبر انواع ثلاثه، الاول الصبر على طاعه الله. زي ايه؟ هات امثله على الصبر على طاعه الله. الصبر على اداء العباده في وقتها منها الصلاه والصوم وما شابه. النوع الثاني من انواع الصبر، الصبر على عن معصيه الله، لا تتعدى الحاجز، عن معصيه الله. زي ايه؟ الصبر عن شتم او سب او ضرب احد او رد الاذى بالاذى. ما انت بتصبر ليه؟ اسمع صبر ليه؟ لو كل واحد شتمني شتمته يبقى انا صبرت، فين الصبر هنا؟ ما فيش صبر عن المعصيه، انا راجل لا اتحكم في نفسي. حتى زمان من الحكماء واحد شتم واحد، فالتاني اللي هو الراجل الحليم الصبور ده ما رد عليه، طنش وكانه مش سامعه، لانه قوي اتحكم في نفسه. الثاني اتغاظ زياده، فراح قال له يا فلان يا فلان، شوف شفت الرخامه؟ يا فلان يا فلان انا بشتمك انت. كمان راح يقول له انا بشتمك، يعني كده بشتمك انت، انت بتطنشني ليه؟ انا بشتمك انت. فالثاني قال له انت بتشتمني وانا مطنشك انت، زي ما انت بتشتمني انا مطنشك انت. شتمني، ثم انشد يقول شتمني عبد بني مسمع يوما فصمت عنه النفس ولا يرضى. بيقول ان فلان الفلاني ده من القوم دي اسمه بني مسمع، شتمني وانا طنشته، صمت عنه النفس ولا يرضى، لانه لما هشتمه هيشتمني، يبقى انا جبت نفسي شتيمه زياده. واديته فرصه انه يكون في مقامي، لا انا لما اشد عليه وما ارد عليه هو يحس انه ياكل في نفسه زي ما بيقولوا، يحس انه هو ضعيف اقل مني. شتمني عبد بني مسمع يوما فصمت عنه النفس والعرضه ولم اجبه لاحتقاري له. من ذا يعض الكلب ان عض؟ يا كلب راح عضك هتروح تعضه؟ ده هو عضني لازم اخد حقي يا راجل اعقل. خلاص كده؟ اذا النوع الاولاني من انواع الصبر، الصبر على طاعه الله كالصبر على اداء العبادات والصلاه في وقتها. النوع الثاني من انواع الصبر، الصبر عن معصية الله كان تصبر عن السب أو الشتم، تمنع نفسك عن كل ما يغضب ربنا. النوع الثالث من أنواع الصبر وهو الصبر على أقدار الله. كلنا بنمشي في الحياة بتصبنا بعض أمور السوء اللي في نظرنا احنا شايفينها سوء، توفي أحد عزيز علينا، أموالنا ضاعت، التليفون انكسر، الكتاب انقطع، رجلي انكسرت وأنا بلعب كورة، كل دي أقدار. أنا مطالب كمسلم ألا أجزع ولا أسخط، بالعكس ينبغي أن أصبر عليها. توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فصبر على ذلك ولم يقل شرا، بل حمد الله تبارك وتعالى وعلمنا كيف نصبر على هذا البلاء. توفي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على ذلك. توفي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أكبر مصيبة قد تصيبنا، ومع ذلك صبر الصحابة ومطالبون بالصبر. إذا تصبر على أقدار الله. النوع الثالث أن تصبر على أقدار الله، كل ما أصابك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه يعني اختبره ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، الحمد لله ربنا بيحبني. وأما إذا ما ابتلاه العكس بقى فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ده ربنا مش بيحبني، ليه يا ربي كده يا ربي ليه، أنا عملت إيه؟ ده غلط كله. ينبغي أن تصبر على القدر، كل ما يصيبك من سوء تقول الحمد لله. وهذا الذي يصيبك من سوء يا شباب والله ربما يظهر انه شر لك لكنه خير عند الله تبارك وتعالى. خلاص كده؟ طيب اذا انواع الصبر ثلاثه، واحد الصبر على طاعه الله، اثنين الصبر عن معصيه الله، ثلاثه الصبر على اقدار الله. بقي عندي ان انا اعرض بعض الامور التي اوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليها لنتعلم الصبر. منها ان ابن مسعود قال لما النبي بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبه بن ابي معيط، واحد من قريش من كفار قريش اسمه عقبه بن ابي معيط، جاء بسلة جزور، جاب معده جمل كده والحاجات السيئه ديت والبراز مش عارف ايه، الحاجات اللي هي مخلفات الجمل، وراح شالها ورماها فقذفها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يرفع راسه ولم يقم لينتقم منه، حتى جاءت فاطمه رضي الله عنها فاخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك. ايضا القصه اللي اخذناها ان رجل الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه اي شده شده شديده، شوف بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم اهو
وقال اعطني من مال الله. شوف بيتسول ويتشرف، لا من مالك ولا مال ابيك، ده مش من جيبك، ده فلوس ربنا. لما يقول له شحت وتشرط وتعامل بشكل سيء، هو لا يقصد إذا النبي صلى الله عليه وسلم ان هي كانت معامله بعض الاعراب كده، ما عندهمش يعني شيء من الفهم لقسوه الحياه اللي كانوا عايشين فيها. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ التفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال اعطوه، فحملوا له على بعيريه واحد شعير واحد قمح او كما اخذنا. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الاذى، لم يقابل الاذى بالاذى. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى الطائف وعرض نفسه على اهل القبائل في الطائف، عملوا ايه؟ مسكتوش، لم يؤمنوا اولا، ثم لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حاله، بل حتى خلوا الصبيان والاطفال الصغيره تجري وراء النبي صلى الله عليه وسلم وترميه بالحجاره حتى ادنوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يمشوا مسافه طويله جدا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، عشرات من الكيلومترات، وهو بيجري وهم الاطفال بيجروا يحدفوه بالطوب واذوه صلى الله عليه وسلم. فجاءه ملك الجبال وقال ان الله يعني يقول امرني يعني أن أسمع ما تقول، فإن أردت أن أنتقم منهم انتقمت منهم، وأطبق عليهم الأخشبين الجبال الكبيرة، تنزل عليهم الجبال تدكهم دك ونأخذ لك حقك منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هم آذوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بالصبر ولأنه نبي رحيم، والله قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من أولادهم وأحفادهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وقد كان، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان استجاب للغضب واستجاب للانتقام لنفسه ولم يصبر على الأذى، وكان دك القبائل دي والقرى دي كلها، ما كانش في صار في مسلمين في الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر، بل لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر دوس أنها لم تسلم، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم ادعو عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رفع يديه إلى السماء، الصحابة خافت، قالوا خلاص هلكت دوس، لأن النبي اللي دعا عليهم استجاب الله له، فضاعت القبيله وضاع ولن يسلموا، خلاص ملعونين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وصبر على الاذى وكان رحيما حليما، فقال اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين. فجاءوا مسلمين مؤمنين ببركه هذه الدعوه وبصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الاذى، الى اخر ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم على الاذى. فينبغي ان نقتدي ونتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا حتى قريش قبيلته حاربته واذته واذت اصحابه وكادوا يقتلوه، واضطرته الى ان يخرج من بلده، ومع ذلك لما عاد فاتحا الى مكه ماذا فعل؟ هل انتقم منهم؟ لا، بل قال كلمه خلدها التاريخ، قال اذهبوا فانتم الطلقاء، صبر. اذا الخلاصه، درس خلص، مطالبون بالصبر، ودي المساله الرابعه من مسائل اللي قلناها، العلم، العمل بالعلم، الدعوة إلى الله، أربعة الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. قال تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحلى بالصبر، وأمر الله الدعاة إليه بأن يتحلوا بالصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وأولي العزم خمسة، أم موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ونبينا محمد، قد لاقوا كثيرا من الأذى ومع ذلك صبروا في سبيل الدعوة إلى الله. لماذا نصبر؟ لأمرين، لأننا مأمورون بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. اثنين، لابتغاء الأجر من الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أنواع الصبر؟ ثلاثة، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، كل ما يصيبنا نصبر عليه ونحمد الله تبارك وتعالى عليه. خلص الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة يا أبطال.